رأيك غير رأي، غير رأيها، غير رأي ناس كثير. لازم يكون هناك اختلاف، لكن هناك مواضيع كلنا غالبا نتفق فيها، وهذا الذي يسمى الرأي العام. من خلال برنامج رأي عام سنتعرف على رأي المجتمع والإعلام والصحافة ورأيكم أنتم أيضا، من خلال مشاركتكم على الهواء مباشرة في كل قضية أو ظاهرة أو خبر يتعلق بحياتنا، لكي نكون للحقيقة أصدق. للمشاركة بالبرنامج يرجى إرسال رسالة نصية بكلمة رأي عام على الرقم التالي: 2 مشاهدينا الكرام أينما تكونون، وحياكم الله معنا على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام عبر شاشة قناة عدن الفضائية. نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسرني ويسعدني كثيرا أن نستقبل الاتصالات ومن خلال هذا الرقم المدون أسفل الشاشة. ما عليكم إلا دائما إرسال رسائل قصيرة SMS على هذا الرقم، سواء كان في الواتساب أيضا وكذلك SMS. نستقبل هذه الرسائل بعبارة موحدة دائما وهي كلمة رأي عام. بعد ذلك نحن نتواصل معكم مباشرة من استوديو قناة عدن الفضائية لتكونون معي على الهواء مباشرة لنتحدث عن مجمل القضايا التي يعيشها المواطن اليمني في الداخل والخارجي، أيضا نناقشها بكل شفافية وبكل وضوح حتى يسمعها المسؤول والمعني. هذه القناة قناة الشرعية الحكومة، متابعة كثيرا لما يدور في الداخل والخارج أيضا، ويجب عليها الاهتمام بكل قضايا المواطن اليمني. ونحن سنوصل الرسائل التي تأتينا عبر هذا البرنامج من خلالكم إن شاء الله نستمعها، حتى تكون هذه النافذة هي نافذة حقة ونافذة واضحة للعيان، والكل يتابعنا في برنامج رأي عام، هو البرنامج الذي خصص لكم أنتم مشاهدينا الكرام على امتداد خارطة اليمن الحبيبة. في الحقيقة هناك أخبار تسرنا كثيرا في تعز وفي الضالع والبيضاء أيضا. البداية من تعز، حيث قال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني مسنودة مقاتلة التحالف العربي تمكنت من اقتحام معسكر خالد غرب محافظة تعز من الجهة الغربية إثر معارك عنيفة ما بين الميليشيات وأيضا أبطال قوات الجيش الوطني بعد السيطرة وتأمين منطقة ثوبان أيضا. وهناك سقوط عشرات من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات. نبارك للشباب المتواجدين في المخا في غرب محافظة تعز الذين يسطرون أروع الملاحم البطورية للدفاع عن حياض الوطن. معي اتصال هاتفي في البداية، ينضم إلي محمد من السعودية. مساك جميل أخ محمد. مساء الخير، يا هلا فيك، كيف حالك يا أخ محمد؟ والله الحمد لله، كيف حالك؟ طيب حافظك ربي ورعاك بخير وعافية. من أي محافظة أنت؟ من محافظة الحديدة. والنعم فيكم يا عاصمة إقليم تهامة، يا هلا بأهلنا في الحديدة. الله يخليك، حفظك الله. تفضل يا محمد، أنت في برنامج رأي عام، الحديث معك. الحديث معي، أهنيكم وأهني البرنامج اللي معاكم في قناة عدن. يا هلا فيك، على الرحب والسعة. الله يخليك، وأهني الشعب اليمني كامل. بيش تهني؟ وطبعا البرنامج مش للتهاني والتبريكات، البرنامج هو لمناقشة أوضاع المواطنين في الداخل والخارج. صف لنا كيف تبدو اليوم الحديدة، طمنا على أهلك، في أي مديرية أنت تعيش يا محمد؟ أعيش في مديرية المنصورية. منصورية في الحديدة؟ نعم. أعانكم الله، كيف أهلكم هناك؟ والله أهلنا الحمد لله، وأنت عارف لا يخفى الوضع اليوم كل الأمور التي اليوم تصير في الحديدة وبدأت في القرى، بس يا ليت ان شاء الله باذن الله ان تسير الامور الى خير واحسن من كذا باذن الله تعالى. معك رساله تحب ان توجهها الى الحكومه الشرعيه؟ والله معي رساله الى الحكومه الشرعيه انها تهتم بالقرى بالذات ما بعد الحديده والمنصوريه، لانها صارت القرى يا اخي مهمشين مره مره مره. إذا حلو، تقصد أن الحكومة يجب عليها الالتفات إلى الريف؟ نعم، الالتفات إلى الريف والقرى المترامية في محافظة الحديدة. إن شاء الله تكون وصلت رسالتك. إن شاء الله بإذن الله، لأنه لا يوصله إلا دعم علمه، ويا المهم كل المعيشة اللي معه يعني معيشة صعبة. فهمت عليك، عارف كيف؟ لكن إن شاء الله بإذن الله أن النصر قادم يا رب، وأن تكون
رمضان ما يجي شهر كريم إلا والحريرة تتحرر إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونحن إن شاء الله ندعو الدعوة الصادقة معكم ونشد أيدينا لأيديكم بإذن الله رجال وأبناء إقليم تهامة، وكلنا إن شاء الله نكون يد واحدة لتحرير هذا الإقليم وإعلانه إن شاء الله إعلان تام وصريح بأن إقليم تهامة أصبح محرر من هذه الميليشيات البغيضة. شكرا جزيلا لك يا محمد. الله يعطيك العافية إن شاء الله. عافاك الله، يا هلا فيك، نورتنا، حياك الله. السلام. شكرا لمحمد من أبناء الحديدة، وهو يتحدث عن تحرير محافظة الحديدة وإقليم تهامة بشكل عام، وهي رسالة أيضا أوصلها إلى الحكومة الشرعية بالإسراع في تحرير الحديدة وهذا الإقليم الكبير من ضمنه أيضا المحافظة التالية المحويت وريمة وكذلك حجة، وهذا الإقليم يعتبر الأقاليم المهمة بالنسبة لليمن الاتحادي، وبالتالي عند تحريره سيكون هناك يعني عائد كبير للوطن، وبإذن الله تعالى يتم تحرير إن شاء الله، وينعم أبناء الحديدة وأبناء تهامة بالخيرات والعطاءات المتجددة التي تزخر بها هذه المحافظات ضمن نطاق إقليم تهامة. كل التحايا والتقدير لكم يا أبناء تهامة وعبر شاشة قناة عدن الفضائية، نستقبل اتصالاتكم على الدوام. معي اتصال هذه المرة من العاصمة الثقافية من الحلمة تعز، ينضم إلي سليمان. مساءك جميل أخي سليمان. سليمان حياك الله، انت على الهواء مباشرة في برنامج رأي عام. الله يحييك وعربي، نشكر العاملين عليها. يا هلا فيك، والشكر موصول لك لتواصلك معنا، يا هلا. وتحياتنا للضيف علي متين ورئيس عبد الرب منصور وننسب يا رب. ولا يستطيعنا إلا عن الدعم من دول التحالف وأي تسليم الرواتب للموظفين خاصة للإمارات. وكل شيء إن شاء الله بقدرة الله محسوب، بقدرة كل شيء محسوب. الآن تعز تحاصر من كل الاتجاهات. تحاصر من كل الاتجاهات. الآن مقطوع لهم المعلم، المواد الغذائية كلها محجوزة بالمداخل في خطر الهجوم وأطفال. يا سليمان، أنت في أي مديرية تسكن أو تقطن في محافظة تعز؟ أنت في أي مديرية يا سليمان؟ ألو. نعم سليمان، أنا أسمعك بوضوح، أنت في أي مديرية؟ أنت في أي مديرية من محافظة تعز؟ ما سمعتك. أنا محافظة تعز من مقبرة. من مقبنة، حياكم الله، أهلنا وأحبتنا في مديرية مقبنة التي خاضت معارك قوية مع هذه الميليشيات، ولكن انتصرت مديرية مقبنة وانتصر أبناها على البغاة دائما. كل التحية لكم يا أبناء هذه المديرية. سليمان، وصلت رسائلك إلى الحكومة الشرعية، أضف إلى موضوع الإغاثة المهمة جدا أنه ينتبه لها وزير الإدارة المحلية وتنتبه لها الحكومة في موضوع إيصال المساعدات الإغاثية لأبناء محافظة تعز، أنهم بحاجة ماسة لها بسبب تضييق الخناق من هذه الميليشيات. واليوم نحن قادمون على الشهر الفضيل رمضان المبارك، وأبناء تعز بحاجة إلى اهتمام بالغ من قبل الجانب الحكومي، وأيضا السلطة المحلية تكون متواجدة مع الجانب الحكومي حتى يتم تفعيل كل الخدمات وأيضا الجانب الإغاثي لهذه المحافظة وأبنائها. جزاك الله خير، وإنما قلنا في اليوم قصرين وإنما المزيد لأنه نعم. مديريات لن تصلهم الإغاثة نعم فعلا، ورسالتك وصلت يا سليمان الى موضوع الرواتب. حياة صعبة. نعم نعم، شكرا لك يا سليمان من أبناء مديرية مقبنة، كنت تحدثني من محافظة تعز، وإن شاء الله تكون وصلت رسالتك إلى الجانب الحكومي، يتحدث بأن الناس بحاجة إلى الرواتب وسددها بشكل سريع حتى يتمكن الناس من العيش الكريم. هو يتحدث أيضا عن الناس الأول الجنود البواسل المتواجدين في الجبهات بأنهم بحاجة إلى رواتبهم حتى يتمكنوا من عيشهم مع أسرهم، ومواصلة أيضا الانتصارات ومواصلة همهم الوطني هو التحرير. مع اتصال من السعودية، ينضم إلي صادق. مساءك جميل أخي صادق، ويهلا فيك.
مساء النور. هذا أخوي سمير منور وغالي. حبيبنا يحفظك الله، شكرا لمشاعرك الطيبة الجميلة الصادق. الله يسعدك أخوي سمير. أول شيء أنا أعزي أهالينا في عدن اللي استشهدوا في انفجار جبل الحديد رحمة الله عليهم، الله يرحمهم، والله شيء يؤلمنا جميعا. ومن ناحية أخرى أبارك لأبناء إقليم حضرموت الخطوة الإيجابية اللي خطوها. وأتمنى من إقليم عدن ومن إقليم سبا والأقاليم المحررة أن تعدوا حدوى أولاد عيال حضرموت. هذا شيء مفرح، شيء يعني يشرف صراحة فعلا. ومن ناحية لإقليم تهامة مدينة الحديدة أخي تعاني اختطافات فظيعة، ناس نعرفهم حق المعرفة العامة بين الفتيين. نعم. من تكلم من رفع رأسه كذا على طول على السجن، على طول ما فيه، يختطفوه اختطاف ما تدري انه حي او ميت. نعم. تكررت مثل هذه الخروقات التي تقدم بها هذه والله الميليشيا. يا اخ سمير انه شايلين حمله في القرى في تهامه مخيفه جدا. نعم. من المدارس يخطفوا المدرسين، يخطفوا الاطباء، يخطفوا وضربوا، حتى يقول لك انه من كثرة التعذيب تصوير اعلام امني ومدري ايش، وانهم ارهابيين، ناس اقسم لك بالله العظيم انه من البيت للمسجد. نعم. نعرفهم حق المعرفة. فعلا. أنت يا صادق من أبناء مديرية أي مديرية في تهامة؟ أنا من أبناء محافظة دمار. أها ما شاء الله. بس ساكن في إقليم تهامة. والنعم فيك ما شاء الله، هذا الالتحام الأخوي اليمني الصادق، لكم كل التحية أبناء محافظة دمار. حبيبي أنا يهمنا اليمن، تقدر تقول أنا من جميع أنحاء اليمن، من حضرموت، من عدن، من صعدة، كل مكان في اليمن أنا منه. حياك الله، الله يسعد قلبك، يا هلا فيك. يخليك ربي. حفظك الله صادق. صادق، هل من رسالة أخرى تود أن توصلها قبل أن نختم معك؟ والله يا إخواننا في عدن على الحكومة أن تسرع في إنجاز الكهرباء لمدينة عدن قبل دخول شهر رمضان المبارك. نعم، برافو عليكم. وهذه رسالة إن شاء الله تصل إلى الحكومة من ابن الله. محافظة دمار يتحدث بأن الصيف الحار والقادم لأبناء محافظة عدن وكل المحافظات هم بحاجة بشهر رمضان إلى كهرباء إلى كهرباء. نعم. نعم، شكرا لك يا صادق، شكرا لرسائلك التي أوصلتها إلى الجانب الحكومي، كل التحية لك والتقدير على تواصلك معنا في برنامج رأي عام. الله يحييك أخي سمير، مرحبا. يا هلا فيك، شكرا لصادق وشكرا لكل من تواصل معنا أيضا في هذا المساء الجميل وفي ليلة الجمعة، ونبارك لكم مقدما بالجمعة المباركة إن شاء الله، ويجعلها دائما علينا في الأمن والسلام والخيرات بإذن الله لبلادنا الحبيبة ولكل أبناء الوطن الحبيب، وليلتكم إن شاء الله جميلة في هذا الخميس، وكذلك شهر رمضان على الأبواب، نحن في بداية شعبان، يعني نبارك لكم هذا الشهر أيضا يعتبر من الشهور الفضيلة، وشهر رمضان على الأبواب، فنقول إن شاء الله يأتينا هذا الشهر وكلنا بإذن الله أمل وتفاؤل بكل ما هو جميل ولطيف لبلادنا إن شاء الله، ويكون شهر العبادة، شهر التقوى إن شاء الله، لا شهر الاقتتال والحروب والدماء التي تسيل هنا وهناك. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج رأي عام، ونستقبل كل الاتصالات، ولكن ليس اتصال، نحن لا نستقبل الاتصالات عبر هذا الرقم فقط، إرسال رسائل، ما عليكم إلا إرسال رسالة قصيرة بعبارة رأي عام على هذا الرقم دون أسفل الشاشة، نحن من نتواصل معكم، نعرف كيف يعيش أبناء الوطن الظروف الصعبة، بالتالي نحن على طول مباشرة نتواصل معكم من استديو قناة عدن الفضائية، وتكونون معي على الهواء مباشرة، تدلوا بالآراء بالهموم، فهو يعبر هذا البرنامج عن آرائكم أنتم، وبالتالي اسمه برنامج رأي عام، آراؤنا جميعا نختلف فيها، ولكن دائما نتفق في حب الوطن، صح ولا لا مشاهدينا؟ دائما نتفق في حب الوطن إن شاء الله. إذن هناك أخبار أيضا من البيضاء، أود أن نبشر الجميع بأن قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء تحرز تقدما كبيرا في مديرية الزاهر، وقال مصدر ميداني في المقاومة الشعبية هناك أن أفراد المقاومة أحكمت سيطرتها على مواقع الجماجم في مديرية الزاهر، وبحسب المصدر أن قوات المقاومة شنت هجوما مفاجئا على مواقع الميليشيات الحوثية وصالح الانقلابية، تمكنت على إثرها من السيطرة على المواقع التي كان يتمركز بها الحوثيين لقصف منازل المواطنين في المديرية. فضل الله تعالى الأشاوس، يعني هجوم مباغت كان لجحور الميليشيات من أبطال المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، كل التحية لكم يا مقاومة البيضاء، وإن شاء الله هذه المقاومة الباسلة أيضا تستبسل الصمود بشكل أسطوري يوما بعد يوم، وبإذن الله يتم التحرير عما قريب. كما ذكرنا أيضا في تعز الانتصارات، نبارك لهم أبناء تعز، كذلك
أود أن أتحدث عن أن حكومة اليمن، الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة لتعز عبر ميناء عدن. أحد المتصلين تحدث عن موضوع الإغاثة، ولكن في الحقيقة بأن كانت خروقات هذه الميليشيات بأنها دائما تغتصب القوافل التي هي إغاثة لأبناء الوطن، لأبناء تعز المحافظات المجاورة والتهامة وغيرها من المحافظات، تقوم بأخذها لمصلحة مجهودهم الحربي للأسف الشديد. لكن اليوم الحكومة تطالب الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل هذه القوافل الإغاثية التي ستصل إلى تعز عبر ميناء عدن، لأن عدن منطقة آمنة، وأيضا الخط الرابط بين تعز وعدن اليوم آمن كثير، ويسهل الوصول إلى أبناء تعز كل قوافل الإغاثة حتى يتمكن أبناء محافظة تعز من استلام هذه الإغاثات التي تصلهم، وبشكل ميسور وسهل جدا وآمن، وبعيدا عن هذه الميليشيات المغتصبة التي نصبت وسرقت كثير من قوت المواطن اليمني من خلال اعتداءها المتكرر والسافر. في ذكر هذا الخبر، طالبت حكومة اليمن الأمم المتحدة بتغيير مسار ترحيل الإغاثة إلى محافظة تعز عبر المناطق الآمنة، أي عبر ميناء عدن، لضمان استمرار وصول تلك المساعدات إلى المستحقين دون تأخير أو عراقيل. جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إلى منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك. وبررت الخارجية هذا الطلب إلى استمرار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية والعراقيل المصطنعة التي تضعها أمام وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة ومنها محافظة تعز. وجاء في الرسالة التي اطلعت وكالة الأنباء اليمنية السبع على فحواها، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الميليشيات الإنقلابية وفي إطار ممارساتها المتكررة لا تزال منذ يوم الأحد 23 من أبريل يحتجز حوالي 180 شاحنة، يعني شاحنة كبيرة للمساعدات للمواطن اليمني، تحتجز 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية وتعرقل وصولها إلى مدينة تعز يالوما، إذا كان تعرقل وصول المساعدات للمواطن اليمني. إن شاء الله تكون وصلت الرسالة للأمم المتحدة ويتم التجاوب مع وزارة الخارجية اليمنية. مع اتصال هاتفي هذه المرة ينضم إلي رائد من السعودية. مساك جميل أخي رائد. معك رائد طويل، حياك الله أستاذ سمير سروري. أهلا وسهلا بالأستاذ رائد الطويل، نورتنا وسعد الله مساك بكل خير. يا هلا، مساكم بخير إن شاء الله، شخباركم؟ نحن بخيرين نحمد الله. رائد طويل من أي محافظة أنت؟ محافظة إب، بس أكلمك من الشرقية من خبر. والنعم فيك وبعاصمة الجمال واللواء الأخضر إب، يا هلا فيكم، يسعدنا كثير عندما يتواصلون معي من كل أبناء المحافظات اليمنية. يا هلا فيك يا رائد، نورتنا. حياك الله، هلا وسهلا. إيش موضوع البرنامج اليوم؟ برنامج رأي عام، طبعا برنامج مفتوح للمواطن اليمني للحديث حول آخر المستجدات. ما الذي تود أن توصله عبر رأي عام للحكومة الشرعية؟ والله أخي أخي الكريم سرور، عندي أتمنى أن تصل رسالة في موضوع رواتب الموظفين بالذات محافظة إب تعز. إقليم الجند أنت تقصد في شكل عام؟ إيه بشكل عام إقليم الجند، فمن 7 أشهر ما في أي راتب، ما صلهم أي رواتب. طبعا المحافظات كلها تعاني من هذا الموضوع، ليس فقط إقليم الجند، ولكن أنت تتحدث بلسان هذا الإقليم وكأنك سفير إقليم الجند. يا هلا فيك. لا مش الموضوع، ما أنا ما ناخذ الموضوع اني من محافظة إب كذا، الموضوع ما فيه انه نعم. محافظة تعز صار فيها ازمات بسبب الحرب، صار فيها حصار خانق، ومحافظة إب عانى اكثر شيء بسبب نزوح الاهالي لها. نعم، كنا نتمنى بالذات اخر رئيس الوزراء من دغر اكثر مرة يطلع على القناة تحدث انه الرواتب وصلت لأغلب المحافظات محررة، وهذا كان غير صحيح، حتى أغلب المحافظات محررة ما استلموا رواتبهم بالكامل. كثير من القطاعات المدنية ما أخذوا رواتبهم، بالذات المتقاعدين أو الأطفال العسكريين المتقاعدين ما أخذوا رواتبهم. فأنا ما أدري صراحة، أنا الأخ من دغر على إيش تكلم يعني. ما هي رسالة توجهها لرئيس الحكومة؟ أتمنى أن يراعوا الله في ضميرهم وفي شعبهم. أتمنى يراعوا الله في ضميرهم وفي شعبهم، ما في داعي للكذب. كمان قبل كم يوم ما سمعت الأخ من دغر تحدث عن إيش، عن محافظة عدن إنه صيف هذه السنة بيكون صيف بارد، وهذا الكلام غير صحيح. هم ساعتين اشتغل الكهرباء بقية الوقت ما في كهرباء. محافظة يمنية متحررة وبيعتبر عاصمة اليمنية، محافظة عدن تعتبر عاصمة اليمنية الآن، الكهرباء موضوع كهرباء ما قدروا يحلوه. إذا كانت هناك مشاكل سياسية أو أطراف سياسية تصارع، فالمفروض المواطن ما له علاقة في الموضوع. مواطن يبغى خدمات، يبغى كهرباء، بالذات احنا جينا على صيف حار بالذات في عدن. صحيح، نعم.
يا رائد، إن شاء الله تكون كل رسائلك وصلت إلى المعنيين وإلى الحكومة الشرعية في اليمن حتى يتم صرف رواتب المواطنين المدنيين والعسكريين بشكل سريع، لأنه طالت مدة. والله يا أخي سمير إن شاء الله نتمنى ذلك، بالذات أنه الحين اليمن واقفة على رواتب، بالأصح على المغتربين، يعني بشكل عام اليمن واقفة على مغتربين ما يرسلوا لأهلهم. في كثير الناس كثير أسر في اليمن بلا رواتب من 7 أشهر، ما عندهم مغتربين في الخارج، يعني في ناس معززة في نفس ما يطلعون، ما وضع مأساوي حقيقة. والله وضع مأساوي، وضع مأساوي، في ناس تموت في داخل البيوت ما حد يعلم فيها إلا يعني الريحة، بعد ما يموت تطلع الريحة من البيوت. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كثير، حتى أنا أعرف إنه ناس حمدك وشكرك يا رب، يعني ما أدري شغلك، فالله المستعان. بس الله المستعان على ما نقول، لكن إن شاء الله تكون الحكومة عند مسؤوليتها التامة والكاملة من حيث تصريحاتها، كما تحدثت أنت وتحدث من الحكومة صرحت مرارا وتكرارا بأنه إن شاء الله سيتم تسليم الرواتب الخاصة بالمواطنين والموظفين المدنيين والعسكريين، ولكن تأخرت كثيرا. رائد الطويل من أبناء محافظة إب، أهلك في إب كيف حياتهم تبدو؟ طمنا عن أهلك في إب. والله الحمد لله الأمور تمام، يعني مثل ما قلت لك سابقا انه اليمن والسدات اللي عندهم مغتربين فهم عايشين بسبب المغتربين، يعني ما في دخل غير المغتربين فعلا، والحمد لله انه عندنا مغتربين. اذا كان ما في عندنا مغتربين كان الحين وضعنا اكثر بكثير من سوريا. صحيح، كان ممكن المعاناه ستتفاقم بشكل اكبر. صحيح، اذا نحن معولين عليكم اهلكم وناسكم في الداخل على المغتربين، عانكم الله، وان شاء الله مزيدا من الجهود التي تبذلوها من اجل خدمه الوطن وخدمه اهلكم وناسكم. كمان في رساله اذا حبيت تفضل نختتم فيها هذه الرساله. تفضل. نتمنى من رئيس الوزراء ان يهتم بقطاع التعليم، بالذات المدرسين ووزاره التربيه والتعليم، هذول الراس في البلد. نتمنى انه اول الناس تصر راتبهم، لانه عند كثير من المحافظة عندنا بالذات محافظه إب اكثر المدرسين صاروا في بيوتهم ما في رواتب، المدارس مغلقه. فنتمنى بالذات المدرسين اقل شيء قطاع التعليم يهتمون فيه. فعلا رساله قويه واضحه الى انه يتم الاهتمام. نتمنى، لانه صار السنه ثاني سنه والمدارس مغلقه ثاني سنه، فما عندهم حجه المدرس انه ما عندهم رواتب ما عندهم شيء. شيء طبيعي انه يتركوا المدارس ويروحون على البيت. نعم، مع ذلك في ظل هذه الظروف الا ان كثير من المدارس تفتح ابوابها وايضا يتجرعون المراره وقسوه الحياه، ولكنهم يحضرون دائما. تحيه لكل المعلمين والمدرسين في عموم المحافظات اليمنيه، هؤلاء هم يعني الذين صامدون دائما وهم معول عليهم ايضا في بناء الجيل القادم ان شاء الله. كل التحيه لك رائد الطويل، شكرا لتواصلك معنا يا الغالي. اهلا فيك. نورتنا. اهلا سفير، شكرا على قناه اليمن على تواصلك. قناه عدن طبعا. نعم نعم، حياك الله، مشكور على القائمين عليه ورسام الاخ سمير السوري، يحفظك الله. شكرا لك، يا هلا فيك، نورتنا، حياك الله. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في برنامج رأي عام، والحديث حول كل الاوضاع. الاخ رائد الطويل من ابناء محافظه اب يحدثنا كامل السعوديه، فرسائله اوصلت للحكومه، واختتم بالرساله الخاصه بالمعلمين والمعلمات في عموم محافظه اليمن. قبل لرؤوس كل معلم ومعلمه من الذين علمونا وربونا ودرسونا منذ الصغر، وقمنا المعلم وفيه التبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. فتحايا لكم عظيمه مننا دائما، لانه نحن ما وصلنا الى هذا الحال بفضل الله تعالى وفضلكم انتم المدرسين والمعلمين. يجب على الحكومه اليوم ان تجازي كل المعلمين والمعلمات في القطاع التعليمي في التربيه والتعليم الوفاء بالوفاء، وتبادلهم الوفاء من خلال سداد رواتبهم يا جماعه. عبر هذه الشاشه نقول للحكومه اهتموا بكل القطاعات. الناس ترسل رسائل يعني كثيرة اليوم، المواطنين في كل وقت دائما يتواصلوا معنا في موضوع الرواتب، إلى أن يسير هذا الملف الخاص برواتب المواطنين في القطاع المدني والعسكري. هناك لجنة أيضا، مجموعة من الشباب في الرياض بدأوا يتواصلوا مع الحكومة، ضغط عليها، وهي لجنة متابعة الحكومة. نتمنى أن هذه الجهود إن شاء الله تثمر، والحكومة بنفسها يعني تقدم على الإسراع في سداد رواتب المواطنين وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة وأن كثير من المحافظات اليوم محررة وهي تحت سيطرة وأيادي الشرعية. يجب الآن بسط النفوذ الحقيقي من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمحافظات المحررة، نقولها دائما. المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات واجبنا أيضا أن نقف معهم، وسنقف معهم إلى الأبد وإلى النهاية، لنهاية المشار بعد تحريرها بإذن الله أيضا، ولكن
ابدأوا في المحرر، المحافظة المحرر تعاني وتشكي الضيق، بعد ذلك إن شاء الله بعد ما يتم تحرير هذه المحافظات ستكون الأمور تحت السيطرة إن شاء الله، ويكون اليمن الاتحادي ينعم بالخير ونتعايش جميعا طبعا كلنا من صعدة والمهرة وصنعاء وعمران ودمار وحدان والضالع، سنتعايش كثيرا. اليمنيين هم أرق قلوبا وألين أفئدة، ونحن دائما نقول أننا جسد واحد إن شاء الله ما يفرقنا أحد، لكن بعض السياسات الخبيثة هي ما فرقت كثير من الناس وفرقت أيضا القلوب، فأصابها الداء للأسف الشديد، داء السياسة الخبيثة وداء الاقتتال والحروب. نحن لا نود حروب، نحن نود أن نرسل رسائل سلام دائما، نقول نعم للسلام في شمال اليمن، في جنوبه، في شرقه، في غربه. السلام عليكم. أهلا وسهلا، معنا اتصال هاتفي. كيف حالك يا سمير؟ أم نواف يا هلا فيك، نورتينا والله. وينك يا أم نواف؟ حيابك. وفيني مع رسائل، أنا أرسل رسائل على الجوال الحقيقي، ما حد يتصل علي. ضغط ضغط يا أم نواف على الرسائل بشكل كبير، ولكن سعيد جدا أنك اليوم معنا على الهواء، يا هلا نورتينا. يلا إن شاء الله يكثر من المتصلين. آمين، الله يحفظك. يا هلا فيك أم نواف، كيف حالك؟ أخبارك؟ طمنين عليك. الحمد لله، الله يسلمك. والله اشتقنا لك يا أم نواف، والله بخير وعافية، اشتقنا كثيرا للحديث معك على الهواء مباشرة. الله يسعدك يا ابني يا سمير. حبيبتي يا هلا، تفضلي يا الغالية. ايش اليوم الموضوع؟ اليوم حديثنا بشكل عام عن كل يعني الامور اللي يحتاجها المواطن في الداخل. يعني اليوم اكيد اكيد. نعم. اكيد يعني احدهم ذكر في موضوع الكهرباء في عدن، وبانه الصيف القادم سيكون ان شاء الله بارد حسب توجيهات الحكومة، وهم بحاجة الى انه مزيد من الجهود يبذلوها من اجل الصيف القادم يكون في عدن وكل المحافظات اكثر استقرارا، ويفعلوا خدمة الكهرباء وبعيدا عن الانقطاعات المتكررة. انا تابع يعني المواضيع حق الكهرباء، بس يا ترى هل هي حقيقة ولا وهم؟ هو ده اللي نحن نقول ان شاء الله تكون حقيقة. هل هي حقيقة يا رئيس الوزراء؟ يا بن دغر، هل هي حقيقة؟ هل هي حقيقة؟ انا اناشد بن دغر، واناشد عبد الرب منصور هادي، واناشد كمان وزير الاعلام معمر الارياني. ليش يا معمر الارياني؟ يعني في ضبابية على الجنوبيين، في ضبابية كبيرة على الجنوبيين. الجنوبيين ترى انظلموا ظلم ما بعده ظلم، لكن إن شاء الله ربي ما بيتركهم. وعلى الكهرباء، يعني الكهرباء لا متاع لا متاع لا متاع. الكهرباء أعتقد أنها خلاص، الناس خلاص تعبوا تعبوا تعبوا، اللي يموت يموت، واللي عايش عايش، واللي ينام في الشارع، واللي والله إني أنا نزلت قبل سنتين أنهم يتروشوا ويرجعوا يرشوا الفراش بماء عشان يناموا عشان يبردوا. فعلا هي خالت الله يرحمها ارتاحت، ماتت قبل شهرين رحمة الله عليها، وعظم الله أجركم أم نواف. ها يا بن دقر، ترى الجنوبيين يعني لا متى لا متى. أعتقد أن المحافظات الشمالية والشمال باردة، ما في غير الحديدة، والحديدة بصراحة أولادها اللي فكوها للحوثيين، راحوا يدخلوا اسمها هذا الحين في زت، أغلبية أصحاب الحديدة في زت زاير، هذا اسمها إقامة زاير، كانوا بيدرسوا، كانوا بيشوفوا شعبهم، كانوا بيوقفوا ضد نعم الحوثي. بس يا أم نواف لا حول لهم ولا قوة، الجماعة دخلوا بالدبابات والمدرعات. لا حول والله العظيم، شوف شوف يا يعني بالأسلحة، بمعنى أي سلاح، بسناني بعض بسناني. والنعم فيك، الله يسعد بسناني بعرفش برقولي، المهم إني سويت شيء. نعم، لكن إن شاء الله ربي ما بيتركهم، لهم رب كبير. إن شاء الله، الله يقويهم على الأعداء بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. يا بن دغر، ترى القلوبيين. بعدين في واحد اتصل اسمه صادق قبل يومين يقول لك المعاشات والمعاشات وما في داعي، والحكومة الحكومة على عيني وراسي. لكن المعاشات على فكرة القلوبيين من زمان ما عندهم معاشات مساكين، ما هم أول مرة عادهم يطالبوا بالمعاشات. القلوبيين يطالبوا بكل شيء يا بن دغر، يطالبوا بكل شيء، وانت عارف. والحليم تكفي الإشارة يا بن دغر، الحليم تكفي الإشارة. واسمه زبيدي ايه كوز مركوز فوق الكرسي، لا اعطيتوا له صلاحيات ولا حاجة، خليتوه كذا الزبيدي، لكنه خرج. بس يا ترى خرجته يعني هل هو يعني بتتحرك الحكومة؟ ترى القلوبيين فاضوا، ترى لو خرجوا اقسم بالله ما حد يقدر يمسكهم، ترى ما حد يقدر يمسكهم. زي لما دخل الحوثي ما حد قدر يمسكهم، خرجوا بلا حزان حافيين، خرجوا يطاردوا في الشوارع صوت حي على الجهاد. والجنوبيين اعتقد ما يستاهلوا هذا كله،
وقوات التحالف كسر الله خيرها، كسر الله خيرها. الملك سلمان الله يطول بعمره ما قصر، وذي الحينات ما شاء الله أشوف إلا الدعم ما شاء الله يرفرف. يا ترى وين ما تروح هذه الملايين اللي بيرسلوها؟ فين ما تروح يا ترى الملايين؟ والله كما حكومة علي عبد الله صالح لما كان يصلح الشمال ويخلي الجنوب، يصلح الشمال ويخلي الجنوب، الجنوب خلاها بداري من الأسلحة حقته. وإيش السفاد؟ كل ما أتكلم قال الجنوبي، الجنوبيين إيش الجنوبيين؟ الجنوبيين ما تلقى وظائف، لا معاشات زي الناس، لا بلاد زي الناس، يعني ظلمنا آخر ظلم. إحنا مستنين بنشوف إيش بيسوين مع عبد رب منصور هادي. يا ترى الأقاليم يعني نفسها بتكون الأقاليم نفسها نفس الوحدة اليمنية اللي ماتت؟ لا والله يا عبد رب منصور هادي لو كان الأقاليم نفسها، لا والله العظيم لا، هذا لا موت علينا. لكن أشكر محافظ محافظة حضرموت في اللي اتخذ القرار. إذا كان أقليم حضرموت هو راضي عنه عادي وقسما بالله، وإذا كان عدن بتسوي أقليم لحالها حلو، إذا كان أبين بتسوي أقليم لحالها حلو، إذا كان لحق أقليم ما حد ما لا أحد يتدخل في حد، يخلوهم يخلوهم يسووا أقاليم لحالهم. المهم كل واحد يأكل ثروته، يأكل ثروته، يتمتع بثروته. أما إنه تجي أقاليم ويرجعوا ثاني مرة خصخصة، وأنت بنشيل من حقتك الثروة، وأنت بنشيل من حق، هذا الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق. يعني لا يمكن أنا أخي يجي واحد ثاني قريب يشيل رزقي. وإذا كان كل واحد يبغى له محافظة، كل واحد يبغى له أقليم، ما فيها شيء عبد رب منصور هادي. لا بنا لا 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 العدني بيشيل سلاح عشان يضرب الحضرمي، ولا أقليم أبين بيضرب أصحاب لحق بيقول ليش أنت أقليم لحالك. لا، اللي يبقى أقليم لحاله أنا في رأيي، أنا في رأيي هو حر. نحن ما بنسوي زي أيام علي عبد الله صالح لما قال الوحدة ولا الموت. لا يا أبناء الجنوب، إذا كان الأقاليم وأنتوا يعني ما كل واحد يبغى أقليمة، باركوا لأخوانكم، كل واحد يبارك لأقليمة، ما تتضاربوا ولا تطلقوا حبة رصاص، كل واحد يأخذ أقليمة، كل واحد ثروته. إن شاء الله حتى أبين ما معها حاجة، معها الزراعة، ولحد معها الزراعة، وعدل معها الميناء. صحيح. وفي حاجات ثانية. نعم. كل واحد له أقليمه. أم نواف، يعني حديث جيد في موضوع الأقاليم، وإن شاء الله كل إقليم ينعم بخيراته الواعدة والكبيرة إن شاء الله. لا نحن نشوفهم. لا ما هو ما هو ما هو كذا، لا حسب ما نسمع، لا ما هو ذا يقول لك لازم يتقسم الاسمه، لازم يتقسم الثروة. قسم على مين يا عبد رب الثروة؟ على مين تتقسم؟ على مين؟ يقول لك جحا أولى بلحم ثورة، كحة أو لبلحم ثورة. والأقاليم هي مخرج حقيقي ل بعدين استيب عارف يا سمير ايش معاهم بالله الجنوبي؟ طلع لي ضابط جنوبي مع فلة ولا مع عمارة، يلا طلع لي، ولا مع رصيد بالبنك. أنا مع احترامي لهم وتقديري لهم، وأقسم لك بالله فلل وعماير وحدة مصرية قاتل اليمنيين معاهم فلل وعماير أحسن مننا نحن أبناء مصر. قلت لها منهم اليمني قاتل اللي من تعز واللي من صنعاء واللي من، قلت لا لا ما نحلاش. شفتي واحد جنوبي مع فلة ولا مع عمارة؟ قالت لي ما عرفش. ترى لما هنا يا عبد رب منصور هادي ثروتنا يتمتعوا فيها الغير، ونحن ايش ناكل؟ ناكل الحصرم؟ لا يا عبد رب، خليك عادل، خليك عادل، خليك عادل، خليك عادل، عشان نحن ندعي لك يا عبد رب ونوقف معك زي ما وقفنا معك لما دخلوا الحوثيين. نحن وقفنا معك وخرجوا بلا جزم، خرجوا بلا جزم، اتفرج عليهم والعرق خرج، حتى العرق خرج. ليش 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 هذا الظلم؟ الكهرباء ما في، الماء عيالهم بالشوارع للآن، هذا حتى ما ترقموا عسكر للآن، هذا العيال بيروحوا بينحرفوا. اليوم اسمع لنا في 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 حلويات يبيعوها، دمروا الشعب. ليش ليش هذه الحلويات فين اجت يا سمير؟ اللي في بالمخدرات اللي يبيعوها والفوفل، انتبه يا عبد ربه، في مخطط جهنمي على على ابناء الجنوب، على شباب الجنوب. اليوم ياكلوا حلاوه في باب مخدرات، الشعب كله مخدر في الجنوب، كل الشعب مخدر.
يبغى يخدروه ليش؟ من؟ من المسؤول عن اللي يحدث في الجنوب؟ لازم تسأل من المسؤول عن اللي يحدث في الجنوب يا عبد ربه؟ حرام حرام، وانتوا عارفين منو الذي يدمر الجنوب، وترى احنا مش اغبياء، عارفين منو اللي يدمر الجنوب، وعارفين هذه المخططات منو اللي يسويها. مو معقول واحد فقير بيسوي مصنع بيسوي بيرش فيه مخدرات، لا لا يمكن. يلا الفقير اللي حصل له اكل ياكله هو وعياله، لكن هذول اللي عندهم الراس المال الذي شردوبه واللي عندهم مليارات يلعبوا فيه عشان يدمر الجنوبيين عشان يبقوا ارض ما يبقوا اخوه. واقسم بالله نحن اطيب، ونحن عندنا مخوه وعندنا شهامه وعندنا كل شيء. ابناء الجنوب راحوا ما خايف يحاربوا، ودخلوا الحين داخلين على الحديده. ما قلنا ليش هم قتلونا في 94؟ ما تكلمنا، ما قلنا ليه هم قتلونا في 94؟ ما لنا دخل فيهم، راحوا دخلوا المعارك واستشهدوا، وانتم عارفين انهم استشهدوا ابناء الجنوب. واليوم هذا الظلم والكهرباء عشان الزبادي، عشان الناس يقوموا على الزبادي وعلى شلال، يحرقوا الكفرات في الشوارع، يحرقوها. مين اللي يحرق الكفرات في الشوارع؟ مين؟ ترى يا عبد ربه لو خرجوا الجنوبيين قسما بالله ما عاد تقدر تمسكهم، لأن جوع، والجوع كافر، والجوع كافر يا عبد ربه، الجوع كافر. ترى الجنوبيين لمن هنا وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أم نواف، كنت تحدثيني من السعودية، وأشكرك كثيرا على هذه المداخلة. ما زلنا مشاهدينا الكرام نستقبل الاتصالات عبر إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم المدون أسفل الشاشة، لنتحدث حول كل القضايا والهموم التي يعيشها المواطن اليمني في الداخل والخارج. معنا اتصال. إلهام من عدن، مسائك جميل أخت إلهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخت إلهام؟ الله يحفظك. أولا أحلى تحية وأحلى أحلى سلام من عدن ومن أهل عدن لك. الله يحفظك، يسلم قلبك يا غالية، شكرا للطفك ومشاعرك الطيبة. كل ما شفنا هذا البرنامج نقول إن البلد في خير. الحمد لله، إن شاء الله يا رب يكون بخير دائما، ونحن نستمع لكم. أكيد 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 أكيد، الأمل ناخد إنه يكون في أمل. نعم. أختي الهام أنت من أي مديرية؟ ألو، من أي مديرية يا إلهام؟ أنا من مديرية المعلة، بس الآن أنا جالسة في الشعب، في مديرية الشعب. ها والنعم فيك، يا هلا بأهلنا وناسنا في المعلة، المعلة الجميلة دائما بناسها وأحبتنا هناك كثير وأصدقائنا بشكل كبير في الشارع الرئيسي. تحية لأهلنا وناسنا في المعلة، وتحية أيضا لأبناء مديرية الشعب. المشاعر عدن تبادلك نفس المشاعر. الله يسعد قلبك يا غالية. عموما يا تفضلي. يا سمير، أنا بقول لك هذه القضية قضية الأيام. تفضلي. نحن خرجنا من حرب. نعم. ولجأنا بعد أن تدمرت بيوتنا وانجرحنا وخرجنا مجروحين من المعلة، ولجأنا إلى مدينة الشعب في مدينة زايد. نعم. هذه المدينة اللي كانت تدعى باسم مدينة الصالح. نعم معروفة، وزرتها على فكرة أكثر من مرة. الناس اللي موجودين في هذه المدينة ناس أبسط من البطاقة فعلا. وأني تربوية قديمة وصالحة المعاش، إلا إن أرض عدن كما ضحينا من أجلها وخرجنا مجروحين انتقلت إلى هذه المدينة وفتحنا مدرسة، ومدرسة حكومية. وتحية من خلال هذه القناة أوجهها للأستاذ سالم مغلس والأستاذ كمال الرقيبي وأيضا الأستاذ طه العمان، ولهم التحية عبر شاشتنا. وتحية طيبة وكبيرة مني ومن مدينة زايد بشكل عام إلى الأستاذ هاني اليسيدي مدير المديرية. نعم أيوة، مأمور المديرية. نعم. عموما يمكن أني أتكلم والكل يسمعني. نعم نحن الكل يسمعك الآن، رأي عام مسموع للجميع. والناس اللي موجودين في هذه المدينة منذ سنتين أو ثلاث سنوات وإحنا عايشين بدون كهرباء وبدون ماء. صحيح. أنا أستاذة إلهام على فكرة ذكرت لك أن أنا زرتها،
بدون كهرباء، زرت إحدى الشقق الخاصة في هذه المدينة التي كانت تسمى سابقا الصالح، اللي في نهاية الشعب، في النهاية هي في منطقة صحراوية في، ولكن الكهرباء مش موجود في هذه المدينة نفسها، الناس بسطاء في هذه الشقق المتواجدة، إضافة إلى لا زالت حتى الطيقان الخاصة والنوافذ الخاصة في بعض البيوت مش متواجدة، وهي عمائر يعني ضخمة وكبيرة، يجب على المديرية أيضا تهتم في هذه المدينة وتعيد الصيانة من خلال الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكل التفاصيل الخاصة بالخدمات في هذه المدينة. اسمعني يا سمير، اسمعني يا سمير، أنا أجيت المدينة هذه وأني نازحة ومضروحة، أنا وزوجي جريشين، وكانت أنا تربوية قديمة، إلا أني وجدت الأطفال في هذه المدينة وهم يدرون على البول يبحثون عن الماء، جريت وتابعنا وخيرين الطيبين الموجودين في هذه المدينة، فأرعوا معي إلى أن فتحنا مدرسة وصاروا الطلاب واعترفت فيها مكتب التربية وصارت مدرسة وحضرت فيها الأستاذ هاني اليزيدي وجزاه الله خير، عشمنا وقال إنه بيتأخر الكهرباء إلى المدرسة، ولكن المدينة الناس اللي فيها ما جنبهم ما جنبهم، أنا ما أتكلم بلسان مثلا بلساني أني أو بصفتي الشخصية أو أساسا لنفسي بشكل عام، بدون كهرباء. إذا كانت الناس الآن في مدينة عدن، مدينة الشاف والكريتر والمعنى والسواهي والمنصورة يشكون من ساعات، من ساعات خمس ساعات أو ثلاث ساعات بدون كهرباء، الناس اللي موجودين في المدينة بدون كهرباء ثلاث سنوات. نعم، كل التحية أنا أقدمها لشلال وللواعي دروس محافظ محافظة عدن، لكن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. بالفعل اللي موجودين في هذه المدينة يعيشون صحيح. بدون ماء بدون كهرباء، المدرسة الوحيدة اللي موجودة فيها أيضا بدون ماء بدون كهرباء. حتى الأطفال، هل الناس بتدفع جريمة حرب؟ هي ما كانت الحرب مفروضة علينا كانت، ونحن المدنيين عليهم الآن، نحن ندفع ضريبة هذا الحرب. كل إنسان في هذه المدينة له حكاية، منهم شهيد ومنهم مكافح ومنهم مجاهد ومنهم لا. يعني الجريح صحيح. وأنا يعني وجودي أحد الجرحى من خرجنا جرحى من هذا الأمر، ولكن علشان أعالج زوجي لم أنتظر ولم أجد أي آلة من الحكومة، أتصل بزوجي على حسابي الخاص. بارك الله فيك، زوجة صالحة حفظك الله. لأجل عدن، لأجل عدن كلنا بنضحي. نعم، لأجل عدن تبقى رايتها مرفوعة واسمها مرفوع، ستظل مرفوعة على الدوام إن شاء الله. أرحمونا في مدينة زايد الموجودين فيها، الأطفال، الشيوخ. نعم، إذن أستاذة إلهام، التربوية التي تحدثنا من منطقة ومدينة زايد في الشعب، مديرية الشعب، كل التحية لك ونشكرك على إيصال رسالة الناس والأهالي في هذه المدينة، وكانت رسالة جماعية عبرك. نعم، برافو عليك أستاذة إلهام. أستاذة إلهام حفظك الله ورعاك، أتمنى أنه توصلي رسالتك الآن في الأخير عبارة عن مناشدة، وجهي مناشدة إلى رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، إلى الحكومة، إلى محافظ المحافظة، إلى المعنيين والمختصين، حتى توجهينا رأي عام عبر هذا البرنامج لمدينة زايد. ما شاء الله، بارك الله فيك. كنت اجيب الكتب للطلبه، معظم الاشياء البسيطه في المدرسه اللي ممكن تقول ان الطالب يحتاج الى ماء في المدرسه لا يوجد. نعم، استاذ الهم اختتمي معنا في المناشده، مناشدتك الى الحكومه. نعم، الله يرضى عليك واشكرك شكر جزيل، يا هلا. واتمنى انه هذه الرساله يسمعها الاستاذ هاني اليزيدي، يسمعها اقول له
ان شاء الله الجهود اللي بذلها في هذه المديريه وهذه المديريه. سنتصل به ولا عليك. ولكن كل التحيه مني ومن اطفال مدرسه زايد الخير اوجهها له عليه ان يكون الاب الكبير الذي يحتضن ابنائه كلهم في كل منطقه في هذه المديريه الكبيره. الله يحفظك ويحفظ الجميع ويحفظ يا رب يا رب. شكرا لك يا الغالية حفظك الله ورعاكي الأستاذة إلهام التربوية، كنت تحدثينا من عدن وتحديدا من مدينة زايد من مديرية الشعب. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يستمع إليك الأستاذ هاني اليزيدي المأمور وكذلك الحكومة والمحافظ حتى توجهين هذه بعد توجيهك الرسالة إليهم. بإذن الله يتم التجاوب معك من قبل المنظمات المجتمع المدني وكل المسؤولين والمعنيين وأيضا السلطة المحلية للنزول إلى مدينة زايد والنظر بعينهم ما الذي تعاني هذه المدينة وأهالي هذه المدينة من قطاع الكهرباء. ما في مشروع الكهرباء، أنا زرتها ذكرت لك أستاذ إلهام لا يوجد كهرباء في هذه المدينة إضافة إلى الماء والتعليم وكأنها منعزلة انعزال، مع أنها هي في عدن ضمن نطاق عدن وهي فقط في مدينة الشعب. وبالتالي يجب على الحكومة الاهتمام بها، مدينة زايد كبيرة جدا وفيها عدد سكان كبير. لكم كل التحايا أبناء مدينة زايد والأستاذة إلهام حفظك الله ورعاك لكل الجهود، وتحية لزوجك وإخلاصك مع زوجك وألف سلام عليكم بإذن الله تعالى. ومعي اتصال هاتفي ينضم إلي من السعودية. سعيد أسعد الله مساك بكل خير ويا هلا فيك. وأسعد الله مساك حياك سمير السروري. يا هلا أسعد كثير أنا باتصالك. سمعت المعاناة يعني. نعم سامعي. متابعك ومتابع أبناء محافظة عدن. نعم. من نساء ورجال. نعم. ما يشكون منه. نعم. فالمسألة يا أخي مسألة أول قبل كل شيء أنا أحيي المقاومة الجنوبية في جبهة المخاء في تعز على التقدم. نعم. الغير مسبوق اليوم، ونحيي ونقبل كل رجل من أبناء المقاومة الجنوبية سواء كانوا في جبهة المغا أو في محافظة عدن أو في محافظة أبين أو في حضرموت. يستاهلوا كل التقدير. نحيي جميع جهود الأستاذ اللواء الركن عيدروس الزبيدي ومدراء المديريات في محافظة عدن، يبذلون جهود جبارة لإصلاح ما يقدروا أن يصلحوه، ولكن هناك معوقات. المعوقات تكمن بدون ميزانيات. أنت سمعت الآن الناس من نساء ورجال. نعم. ما يتكلموا فيه حول الكهرباء. الكهرباء أصبحت بعبع في محافظة عدن. نعم. ولا حياة لمن تنادي. يعني كأنه نتكلم ولا 50 مرة تمام عندك في التلفزيون. ورئيس الوزراء يسمعنا يسمع ورئيس الجمهورية يسمع المحافظ يسمع فعلا. ما حد ناشدنا تكلمنا ونحن في الغربة بما نحن نسمع ونتصل للداخل بما يعانون، ولكن لا حياة لمن تنادي. رئيس الأخ رئيس الوزراء وأنا برضو نبدأ نشكره على الجهود التي يبذلها، ولكن الأخ رئيس الوزراء مع احترامي الشديد قد عانى في 94 وعانى بعد 94 ودخل المعمعه وعارف اكثر مننا. شوفوه انا احيي الاستاذ احمد عبد من نغر مشاكس، يعني عانى الكثير. شوفوه تمام، والرجل يعني تحمل مسؤوليه صعبه في كل الظروف هذه تمام، ولكن هو عارف اكثر مننا الدهاليز التي توجد منها الخراب الكهرباء والمعوقات حق الكهرباء، وعارف من يلعبوا بعدن وعارف كل شيء. شوف احمد عبد بن دغر ما هوش انسان يعني مش عارف اي حاجه، بس الرجل دبلوماسي وانا احييه على دبلوماسيته، ولكن اقل حاجه يبعد قليل من الدبلوماسيه ويصل كهرباء عدن. هذا جانب. نعم. الأستاذ محافظ محافظة عدن اللواء الركن عيدروس الزبيدي إنسان ما عنده عصا سحرية، إنسان يشتغل بدون ميزانية، ونقول لبن دغار لو تتكرم أن تصرف ميزانية لمحافظة عدن زي ما صرفت لصنعاء لمحافظة صنعاء وهي تحت الحوثيين وعفاش، وصرفت لدمار ميزانية وهي تحت الحوثي وعفاش، صرفت لحجة وتعهد وهي تحت العودي وعبك،
يا أخي نحن محررة، محافظات محررة، أبيان لحق. يا أخي محمد ضالع قريت أنا قبل فترة، قبل يومين قاعد في البيت برضو يشكي ما فيش ميزانية، أول محافظة تحررت في المحافظات الجنوبية ولا يوجد ميزانية. كيف أنا استغرب كيف تصدروا ميزانيات للمحافظات التي تحت الاحتلال الحوثي العفاشي والمحافظات المحررة لا توجد ميزانية؟ ثانيا اليوم أحمد اللواء الرغم أحمد سعيد بن بريك مقابلة مع إداءة المكلا يقول أنا لم أستلم أي ميزانية حتى من 400 المليار الذي أجت للبنك المركزي. تمام، نحن نستغرب كيف محافظات محررة ولا توجد ميزانيات وهناك محافظات تحت الاحتلال الحوثي العفاشي ويصرفون ميزانيات؟ فهذا تناقض غريب من الحكومة الشرعية، إلا لو في أيادي خفية شغالة من تحت. فهذا شان أحمد بن عبيد بن دغر أن يكاشف الشعب، يقول يا أخي إذا كان هو رئيس وزراء وفي ناس يعني يعرقلوا جهوده ويعرقلوا خطواته، فيا أخي يتوجه إلى الشعب في المحافظات المحررة ويقول لهم هذا من الناس واقفين أمامي بكل شفافية. والله الشعب، واقسم لك بالله الشعب في الجنوب انه بيخرج كله يرفض الاحزاب التي تعرقل جهود رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه ومحافظي المحافظات، سيرفضهم الشعب وسيخرجهم خارج حدود اليمن. قد هم لهم نصهم اللي في القاهره واللي في السعوديه واللي في الاردن. تمام، ها. ولكن على احمد عبيد بن دغر امس سوى مؤتمر صحفي رائع، يطلع بمؤتمر صحفي ويشرع للشعب انه هؤلاء الناس هم المعطلين وهم المخربين في البلد، فعلى الشعب ان يتخذ القرار ضدهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما بطول عليك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. شكرا جزيلا لك اخونا ارسد سعيد، كنت تحدثني من السعوديه من ابن اليمن الحبيب المغترب في السعودية، لك كل التحية والتقدير وشاكر لك على هذه المداخلة الطيبة وكل الرسائل التي توصلها دائما عبر برنامج رأي عام على شاشة قناة عدن الفضائية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننتهي وإياكم من حلقتنا لهذه اليوم، وأشكر كل متواصل معنا. محمد كان معي من السعودية، هو من أبناء الحديدة، بعد ذلك كان معنا متصل من أبناء تعز سليمان وتحدث عن المعاناة التي يعيشها أبناء هذه المحافظة وهو من مديرية مقبنة. وتحية أيضا للأخ صادق، حدثنا من السعودية من أبناء محافظة ذمار، وأرسل رسائل لكل اليمن بالاهتمام من قبل الجانب الحكومي. وأيضا رايد الطويل من أبناء إب، حدثني من السعودية وأرسل رسائلي عبر برنامج رأي عام. وكذلك الأستاذة إلهام كانت التربوية معي من مدينة زايد، حدثتني من عدن وأوصلت رسائلتها، بإذن الله تعالى يكون هناك مستجيب لنداء الأستاذة إلهام من مدينة زايد والاهتمام بهذه المدينة وكل سكانها. وكذلك أم نواف التي دائما كانت تتواصل معنا في البرنامج، واليوم عادت عودة جميلة وحميدة وحياها الله معنا دائما. وشكرا أيضا لكان معنا في الختام سعيد، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأتمنى لكم التوفيق الدائم على أمل ألقاكم إن شاء الله وكلكم خير وبركة وأمن واستقرار وعيش رغد إن شاء الله. سمير السروري في النهاية يقول دمتم ودم الوطن بألف خير، إلى اللقاء. قضيتم أيضا من خلال مشاركتكم على الهواء مباشرة في كل قضية أو ظاهرة أو خبر يتعلق بحياتنا لكي نكون للحقيقة أصدق. للمشاركة بالبرنامج يرجى إرسال رسالة نصية بكلمة رأي عام على الرقم التالي